أريد الشعب العربي والعالم يفهم بأنه قضوا عمر عبارة عن دنبكشية ورواقيص يشتغلون على صدام حسين وإحنا ندفع الثمن بالعراق ننذبح بحروب. منو الدنبكشية والرقاصة؟ العرب واللي وقفوا إلى جانب صدام. دنبكشية ورواقيص وملاعين والدين قتلونا، إحنا متنا بالعراق انذبحنا، إحنا نصيح نصرخ يا ناس نسواننا ترملت أطفالنا يتامى وذولا دق 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 ما قصرتوا يا جنود الأمة العربية ددوا تط 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 شنو هاي ويجون من كل الدول ومهرجانات من كل الدول العربية ومهرجانات ويحتفلون براسي وأنا أصيح أون من صدام حسين أريد هسة أطلع أفضح العالم. أنت شوف سؤال إيش قد مر من 91 لحد الآن أو من 80s أو من 79 من إجا صدام لحد الآن لم من 79 لحد الآن 41 سنة من أذكر شنو جرائم صدام ووقفة العرب وتصيبني الرعش والرعدة لأنه جدا مشينة شعب كله انذبح ليش عود ليش. فأريد أقول لهم أنتوا سبب دمارنا وهلاكنا وذبحنا وزجنا بمثل هذه الحروب لأن جاي صفقون. يا ريت الصفقوا لي إلي أنا الشعب العراقي صفقون الصدام هبة وأخو هدلة. أخو هدلة شنو هبة منه يا هبة دمر العراق وين وصلنا وين. طيب هذا يمكن هالكلام أستاذ فاطمة ذكرناه يعني ذكرناه يمكن في السابق. انت تقول لي اتجه تسالني ليش اختارت ايران انا ما لو ماذا زين. النقطه الثانيه نروح للنقطه الثانيه. النقطه الثانيه شلون اطلع انا هذا يلا كل هذا الانفعال والحكي ولا وين اطلع وين احكي وين